فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتن؟ وما معنى هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المفتين؟ وما معنى مفتي، حيث أفهم أن المفتي هو الذي يخطئ ويصيب؟ المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ولذلك يقولون الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام، خلاف القضاء فإنه الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام. نعم. فالله يفتي، قل الله يفتيكم في الكلالة ويفتيكم في النساء، فالله يفتي والرسول يفتي بمعنى أنه يخبر عن الحكم الشرعي. نعم.